انت يا بنت، انت ايه اللي رجعك هنا تاني؟ أنا إذا كان علي أنا لا عايزة أروح ولا عايزة أجي، والله يا ست حفيظ، بس هنعمل إيه في أوامر العمدي؟ العمدي ده يحسس لك يا بنت ويمسح لك اللبن بحنية تاني؟ الكلام ده يبحس يا ست حفيظ، يا ست حفيظ أنا وحدي غلباني، لكن عمري ما بيع شرفي ولا أعمل عمايل بطالي. عيب يا ست حفيظ الكلام ده. أنت بتعيبيني يا بنت الكلب، بتعيبيني بتعيبيني. انت بتمد ايدك عليا يا ست، وديكي بالجزمه كمان يا بنت. الا تكوني فاكراني تايهه على شغل النسوان والكهن بتاعك. برقي لي كمان، ما تيجي تاخدي لك كفين احسن. داني اهلي اللي من دمي ما مدوش ايدهم عليا. ايوه، ما عشان كده مشيك عوج ومحدش هيعدلهولك غيري انا يا بنت الكلب. يا بنت الكلب اهدي اهدي. ايه يا حفيظ مالك بالبنت يا ولية؟ انت يا ولية فيه ايه؟ فيه ايه مالك ومال؟ العادي يا جلال العمدي، العادي يا جلال العمدي. ده انا لسه هوريكي شغلك يا بنت الكلب. عملت ايه؟ انا عايز افهم عملت ايه. مدت ايدها عليا يا جلال العمدي واني والله ما عملت لها حاجه. حرام عليك يا حفيظ، بنت غلبانه ومسكينه وجايه تساعدك، بلاش الافتراء دي. اسمها جايه تخدمني مش تساعدني. ماشي يا ستي، بنت غلبانه وجايه تخدمك، بلاش الافتراء بقى. طالما جايه تخدمني يبقى توسع انت شويه عشان اعرف اوريها شغلها كويس. قدامي يا بنت. ماشي يلا قدام. استنى انت يا عدمان وخلي الليله دي تعدي على خير. ماشي، اتفضلي يا ست الدار. جاك يجيلك شوطه تشيلك من على وش الدنيا ومن على قفاه، جاك يجيلك اللي ما بيجيش. يجي لك ابو البؤبؤ وتقعدي تبقبقي كده بؤ 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 بؤ. استغفر الله العظيم يا رب. ايوه كده، بصي امسكي سايح، ما انا قاعده اقوم يا ابني بعد كده، يعني هما هيعملوا لي ايه؟ هيشنقوني ولا هيشنقوني؟ هما اشتروني انا ولا كانوا اشتروني؟ يا هوي يا مستهوي يا خرابي يا عرابي، في ايه يا بنت عماله تقوقي وماسكه النوح كده في يوم مفترك زي ده؟ ايه كل عام وانتوا طيبين يا طيبين، مفيش واحد فيكم بنت ابوهي بصحيه تجيب كحكايه من الكحك اللي ريحته فايحه دي. لا يا اخويا انا مش بنت ابويا، انا بنت عمي. اخلع بقى. ايه دي؟ يا رب يا رب القادر. ايه فاطمه فيه ايه مال؟ انت جابر المنكسر يا رب، جابر المنكسر يا رب، قادر تذل الظالم يا رب زي ما هو ذللني. حسبي الله ونعم الوكيل. متصلي على النبي، امال كده جرى ايه لكل دي؟ أنا نفسي صعبان عليا يا حسان، أنا اتذلت واتهنت علشان الفقر اللي أنا فيه، الفقر اللي أنا لعبت طايقاه ولا قادرة استحمله. يا رب يا رب وريني فيهم يوم، يا رب وريني في الظالم يوم يا رب، يخليني النار اللي جوايا دي تهدى وتفش. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. استهدي بالله بس يا بنت الناس، وطي حسك ده لحد يسمعك. يلا يلا يا نسوان، كل واحدة تخلص اللي في إيديها، عايزين نعيد في وسط عيالنا. كفايه ناء، امشي قطقط ايدك انت وامك، سيب الكحكاي. ليه كده بس يا بنت الحلال؟ انا غبي، انا غبي، ليك شوق في حاجه؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. جرى ايه يا حسان؟ انت هتعيط انت كمان ولا ايه؟ خلاص يا اخوي خلاص، انا اتفشيت بالكلمتين اللي كانوا جوايا وارتحت وهديت خلاص، الحمد لله. الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. خد يا ولد، خد يا ولد الكحكايه دي، خد. وانت كمان هات البسكوته دي، خد يا ولد، كل كل ورم عظمك يا ولد. هو يعني العيد لي من غير ليك؟ واذا ما كنتش هتاكله مين اللي حياك؟ كرايه يا روح امي، هو المال كان مال اهلك علشان تقعدي تبعطري لي فيه يمين وشمال؟ ومالك يا اختي عماله تعددي لي؟ حسستني القيامه داخله عليا في ايه؟ استحفيزي، انا والنسوان من صباحية ربنا تهرينا وتفرينا واتكواني، نعيد بقى في وسط عيالنا؟ روح، وكل سنة وانتوا طيبين. وانت بخير. عدي عليا بكرة عايزاكي. عيوني يا استحفيزي. يلا يا بيت، يلا يا بيت، يلا يلا. وانت يا روح امك رايحة فين؟ انا رايحة معاهم، هعيد مع عيالي انا كمان. انت لا، وراكي شغل.
تروقي المطبخ وتلمي الحصر وترشيهم ميه وتفرشيهم علشان عايزه الشمس تطلع عليه. ايه ايه امال ايه يا فاطمه؟ اشهلي واسمعي كلام ستك حفيظه عشان تروحي تعيدي. يوه يجاتك ايه يا فاطمه؟ انت لسه هنا يا بيت؟ يا بنت روحي لجوزك وعيالك، ده بكره عيد. جاتك ايه يا سلفتي؟ ما تسيبيها يا اختي تروح تعيد زيك، ولا انت خلاص نسيتي الحكايه دي من زمان؟ اوعى. بس ما كانش صح برضه تعملي مع الوان اللي انت عملتيه ده. امال ايه اللي كان يصح؟ وانت يعني لما تهزقي النفر وتمشيه مطرود يبقى انت كده بتقلي من قيمتك ومن قيمتي. انا برضه اللي بقلي من قيمتك ولا انت اللي بتقلي من قيمتي وقيمتك يا شايب يا بتاع النسوان؟ كان ناقصني اخوك ده كمان، قال يا عثمان اتجوز وخلف. يبقى انت بقى خلت عليك اللعبه اللي جاي يلعبها علينا علواه وعامله لي فيها ام المفهوميه وبتفهميها وهي طايشه. لعبه دي اها، ما انت بقى ما فهمتيش علوان بيقول ايه وما فهمتيش كمان انا كنت بسايره في الكلام ليه. ليه؟ ما هو علوان عارف ان الموضوع ده يخرب بيني وبينك، مش كده؟ ايوه ده عارف ومتاكد وقاصد. اهو شفتي بقى، فلما يجي يقول لي اتجوز على حفيظه وحفيظه تسمع وانت عارفة حفيظة مهبوشة تعمل ايه؟ اكلك بسناني واقطعك بضوافري النساير نساير. هو ده بقى اللي هو عاوزه، عايز يصحصحك انت للموضوع ده، تقوم انت تحرمي عليا الجواز، وماني بقى يتحرم عليا الخلفة، قوم يضمن هو ومراته العقربة دي ان الخير اللي احنا فيه ده كله هيصب بعد كده في حجرهم بعد عمر طويل ان شاء الله، صح ولا غلط؟ شوف الراجل، وانا اللي كنت فاكراها اهبل ودلدول.